ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. علمت ماروك أخبار يومية من مصدر مطلع أن الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية مدينة الدار البيضاء قضت قبل قليل من يومه الاثنين بالسجن النافذ 14 سنة في حق الملقب بقريدة وشريكه المتورطان في شرملة الشاب يوسف بحي مولاي رشيد. وأوضح المصدر ذاته أن الهيئة القضائية المكلفة بالبت في الملف قضت كذلك بالسجن النافذ 6 سنوات في حق سائق سيارة أجرة مصور فيديو الجريمة، وذلك بسبب عدم تقديمه المساعدة لشخص في حالة خطر والاكتفاء بالتصوير. وتجدر الإشارة إلى أن حالة شاب يوسف المنحدر من مدينة خنيفرة هزت الرأي العام بالمغرب قبل أسابيع عقب تداول مقطع فيديو يدمي القلوب ويهز النفوس ويوثق للحظة تعرضه لاعتداء وحشي عقب تعرضه لطعنة على مستوى الوجه. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.